المطعم الياباني. مرحبا، تعال من هنا رجاء. التاياكي. التاياكي هي حلوى يابانية، إنها على شكل سمكة سمينة صغيرة ومذاقها حلو ولذيذ. اصنع الخليط، اقصر 3 بيضات، أضف السكر، أضف العسل، أضف الدقيق وقم بنقله. خبز التاياكي. أضف نصف الخليط أولا، حشوة الفاصوليا الحمراء، حشوة زهرة القرز، حشوة الجبن، ثم أضف باقي الخليط لتغطية الحشوة. أغلق طبق الخبز واخبزه. واو، أحب رائحة التاياكي الحلوة. لا يمكن للضيوف الانتظار أكثر من ذلك. نضعه في الطبق. التاياكي جاهزة، رائع. معذرة على المقاطعة، ها هو مطبخه. شكرا جزيلا، فلتحظى بيوم جميل.